مساء الخير مشاهدي ومتابعي بكتور ميديا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في لايف جديد. النهارده اللايف بتاعنا ملك الكبده، ملك الكبده بالتوابل الالكتروني خالد، اول مهندس كمبيوتر يفتح عربيه كبده على طريقه الليمبي، كبده هتاكلها بالتوابل الالكتروني. خلينا نعرف من ايه السر خالد. حبيبي عامل ايه؟ عامل ايه؟ صباح الجمال يا حبيبي. لا احكي لنا الموضوع جه معاك ازاي بقى؟ ما ده هو يا عمرو والله. الناس كلها مستغربه من الطعم الجميل اللي انا بعمله والحاجات. الموضوع جالك ازاي خالد من البدايه؟ الموضوع هو اصلا هوايه يا عمرو. هوايه انا كنت اصلا يعني بعزم صحابي واصحاب اخويا دايما باستمرار. انت فاهم؟ كل فترة كده. أزمة الكورونا اللي صحت المايه. احكي لنا الموضوع ابتديت منه بقى ازاي؟ يعني الفكرة جات لك بعد أزمة كورونا؟ هي الفكرة جت بعد أزمة كورونا طبعًا. أنا كان عندي محل كمبيوتر بتاعي اتقفل بسبب الكورونا طبعًا، كان ممنوع. اشتغل صيانة وعندي محل جيمز برضو، اشتغل في الجيمز كده الحمد لله. التحول ده جميل. ما زي ما قلت لك التحول ده جه فجأة كده مرة واحدة بسبب أزمة الكورونا. كان لازم الواحد يشوف أي مصلحة تانية يعملها عشان برضه مصاريفه. كنا قاعدين في محلات كان بندفع إيجارات كده على الفاضي، يعني مش محل مقفول وأنت مش شغال قاعد بالمصاريف. أنت فاهم؟ فطبعا كان لازم الواحد يتصرف، ما يكملش قاعد كده حاطط رجل على رجل وساكت. لا، عملت العربية طبعا. المطاعم والحاجات دي ما كانتش بتقفل في أيام الكورونا، أغلبها ما بتقفلش. فكان المجال الوحيد اللي انا اعمله يا اما اعمل محل بقاله، وطبعا دي حاجه انا ماليش فيها، يا اما اعمل عربيه الكبده دي. فاستعنت بالله وعملت عربيه الكبده، والحمد لله ربنا رزقني ماشي الحال. وزي ما انت شايف الحمد لله الناس كلها بتتكلم على. طب احكي لنا بقى خطه الكبده في الالكتروني. الالكتروني ولا في اي الكتروني ولا اي حاجه يا عم عمرو. انت عارف الاكل ما بيحتاجش توابل، مش اي اكل. انا بحب اكل كبده، بحب اكل كبده بيور خالص، اخرها شويه ملح وفلفل يعني. يوم احب ازود شويه كمون مثلا. طبعا انا عندي الكبده، طبعا انا بختار كبده نظيفه. شغلت حاجه اسمها ناشونال امريكي، ما يبقاش فيها ريحه زفاره ولا اي حاجه. قالوا لي اول ما بحط لها كمون يعني شويه كمون بحس ان الزفاره لو فيه ريحه زفاره ولا حاجه بتروح. بس طبعا الحمد لله انا بختار الكبده بتاعتي بعنايه شويه، لان انا معايا كلور زراعه وفاهم في المواد الصناعيه والحاجات ديت والاغذيه والكلام من ده، فاهم فيها شويه يعني الحمد لله. هو ماشي الحال الحمد لله. خلطه ملح فلفل كمون، خلطه يا بركه ربنا والله عم. مفيش اي سر خالص في الخلطه خالص نهائي. بعمل كبده زي اي حد بيعمل كبده، هو بس ربنا بيسهل لنا، بيسهل الرزق لاي حد. فالحمد لله يعني ربنا. خالد بقى انا عايزك تحكي لي، انت قابلت نظره المجتمع ازاي من مهندس كمبيوتر على عربيه كبده، او لملك كبده قابلت نظره المجتمع ازاي؟ والله عادي يا عم. انا في ناس بتقابلني تقول لي احنا مش شايفينك في الشغلانه دي، انت راجل مهندس وراجل محترم وابن ناس والبلد كلها عارفه انت مين وابن مين وكلام من ده. وعيلة الحمد لله، انا عيلتي الحمد لله ما شاء الله، يعني العيله عندي كبيره الحمد لله، كلها ناس محترمه وكلها مهندسين ودكاتره ومستشارين الحمد لله. يعني عندنا في العيله ناس كبيره يعني الحمد لله. رغم من كده انا ما فرقش معايا الكلام ده يا عمرو، بس انا ما حدش هيقطع من قوته وهيديني. طب انا مش هستنى اصلا حد يديني اصلا، انا مش همد ايدي لحد اصلا. انا مد ايدي لحد ليه يعني؟ فالشغل مش عيب برضه يا عمرو، يعني الشغل مش عيب. اي حد مثلا بيقول لي انا مش شايفك في المصلحه ديت، طب شوف محل. لا يا باشا انا مش عايز محل، محل مش وقته خالص.
ان شاء الله هيبقى في محل قريب ان شاء الله، بس مش وقته خالص الموضوع دوت. ما كانش ساعتها ما كنتش بفكر في محل اصلا، قد ما انا ما كنت بفكر ان انا اعمل زبون وابني زبون عشان بعد كده لما افتح محل على الاقل خالص يجيب ايجاره يعني. لكن فرحت انا عندي محل وانا مش عارف اسد ايجاره، لا طبعا ما ينفعش. الحمد لله زي ما انت شايف، الحمد لله احنا مسمعين في البلد جامد جدا، وبره البلد بيجي لي ناس من الزقازيق، بيجي لي ناس من حتت كتير، ليا ناس صحابهم هنا مثلا من بلاد تانيه، مثلا محافظات تانيه، ويجي يقول لهم احنا بنسمع عن ملك الكبد عندكم، عايزين ناكل، نيجي ناكل عنده بتاع مش عارف ايه. ابص الاقي حد داخل عليا، الجماعه دول من مدغمر، الجماعه دول مش عارف منين، في ناس بتيجي من القاهره. هو اه صحيح مش كتير، بس الحمد لله مسمعين في اي حته في كل مكان يعني، الحمد لله عمر ماشي الحال الحمد لله. بص بقى يا عبد الله، كنت بتكلم انا وانت في موضوع السجق. اه. وبتقول لي انا السجق ليا في طلبات معينه وبشغله بكمان معينه. اه. الموضوع ده. انا بعمل تشغيله لنفسي، بعمل تشغيله لنفسي بمعنى ان كميه اللحمه وكميه الفول الصويا والحاجات دي انا اللي بتحكم فيها، بقدر اطلب طلبات معينه. التشغيل انا بعملها على مزاج انا، لازم نسبه اللحمه تبقى عاليه الحمد لله. لا ازاي بقى، دي اسرار بقى ما ينفعش يا عم. يعني انت بتطلب طلبيه خاصه؟ اه بالظبط كده. اه طبعا التوابل، وتوابل برضه كمان، حتى التوابل انا بقى السجق عندي التوابل هاديه جدا 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 جدا. يعني انا يا دوبك اه في طعم السجق وكل حاجه، بس التوابل مش عاليه، لان في ناس انا عامه ما بحبش التوابل الزياده اصلا. التوابل الزياده بالنسبه لي شيء مقزز. انا بقى انا عايز اكل لحمه، مش عايز اكل توابل، عايز اكل كبده مش عايز اكل توابل. التوابل اه بالطعم وكل حاجه، بس انا ما يهمنيش الكلام ده. انا كل اللي يهمني ان انا لما اكون باكل السجق اه طعم السجق بس اللحمه باينه فيه. لكن ما اكونش باكل مثلا، انت عارف اغلبيه السجق اللي موجود في الشركات اسمه معجون اصلا، معجون سجق، مواد سجق سجق. اه طبعا اه ما بيبقاش سجق كامل يعني، ما بيبقاش نسبه اللحمه فيه عاليه. ممكن نسبة اللحمة مثلا تبقى 10 او 20%، لا انا عندي نسبة اللحمة ما تقلش عن 70 او من 60 ل 70%. فاهم يا عم؟ طبعا الحاجات دي كلها بتأثر على الشغل يعني. انا عندي سندوتش السجق ب 15 جنيه، فلازم اعمل خامة محترمة عشان برضه تغطي السعر بتاعها. بالظبط الاسعار دي بقى ربنا يسترها علينا. الحمد لله برضه يعني مش عايز اقول لك خاماتنا زي ما هي ما اتغيرتش، على الرغم ان احنا يعني يعتبر هامش الربح بتاعنا صغير اصلا مع الزياده، فمش عايز اقول لك هامش ربح. قول اللي انت بتدفع 10 جنيه. والله يا عمرو والله العظيم زيك اهو، زيك اهو، كان معايا وجبنا طلباتنا وجبنا كل حاجه في الاخر خالص، اللي مصفى على 10 جنيه ده قاعد. لا 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 المكسب مش مهم، المكسب قد ما الناس تاكل وتتبسط. تمام. طبعا في نفس الوقت انا مش عايز ازود على الناس برضه اسعار، لان الناس برضه يعني ربنا اللي عالم بحالها يعني. انت شايف الدنيا والغلا اللي احنا فيه اصلا بقى غلا فاحش، انا مش عارف في ايه يعني، ربنا يسترها علينا يا رب. التحديات اللي قابلتك؟ التحدي الوحيد اللي قابلني ان انا اقف في نص الشارع. انت عارف بقى، انت راجل صاحب مكتب، راجل صاحب محل واثنين وثلاثه وعشره، انت فاهم انك انت تقبل ان انت تقبل يعني اقول لك تحصل على نفسك ليمونه مثلا، ان انت تقدر تقف في الشارع في وسط بياعين وفي وسط الناس. هو طبعا مش عيب وكل حاجه، بس مش يعني انا اقول لك ايه، بس مش عارف اقولها لك ازاي. بس انت كراجل مهندس ومعاك شهاده، ومعاك شهاده واثنين متعلم وكلام من ده، ان انت تقف في الشارع في وسط بياعين وفي وسط الناس والناس رايحه وجايه، ده لوحده تحدي كبير جدا يا عمرو، مش سهل يعني. ده فاهم؟ لا لا الشغل مش عيب. انا مش زعلان من شغلتي. انا شغلتي يا باشا الحمد لله، الحمد لله ربنا مرضيني فيها، والحمد لله ليا زبون، بتعامل مع ناس محترمه كتير جدا 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 جدا، ثلاث ارباع زبايني مش عايز اقول لك مستويات حلوه ونظيفه يعني، ما يقلوش عن المستوى، عن مستوى المعيشه عندي مثلا. ف دي حاجه مش مزعلاني يعني، انا راجل شغال، انا مش راجل بلعب ولا بمد ايدي لحد يا عمرو. اسالك سؤال اسئله مش متوقعه. اسئلتك فظيعه بلاش. المبادره الايه؟ المبادره اللي انت عاملها. طب ما ينفع نتكلم في الكلام ده؟ المبادره اللي انت عاملها، اللي انت بتقول ان انت فعلا عشان يعني
بما زي ما احنا بنقول ان الموضوع مش موضوع مكسب، الموضوع مش موضوع انت عملت مبادره غير القادرين. ربنا يجعلهم زي حضرتك. ربنا المبادره عشان خاطر الناس تعرفها بقى. ما المبادره دي المفروض دي حاجه سريه يعني، عشان ماشي يا عم، ماشي يا عم، ربنا يسامحك يا عم. بص يا عمرو، انا شفت البوست ده اولا موجود عند حد في عندي في الاصدقاء على الفيسبوك، عجبتني الفكره. طبعا هي هم الكلام كان على كيس مكرونه وكلام من ده، ولو انا عندي كيس مكرونه في البيت وانت محتاج اتصل بيا خد وكلام من ده. وطبعا انا بصيت لها بقى من منظور تاني خالص، قلت لا انت لو انت ما عندكش اكل في البيت اتصل عليا هبعت لك الاكل لحد عندك، يعني معادني من عربيتي من هنا كبده سجق حسب عدد الافراد، هم خمسه مثلا هبعت خمسه كبده خمسه سجق خمسه حواوشي، بحيث ان ما حدش احنا يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك الخير في وفي امتي الى يوم الدين، فاحنا لازم ناكد على كلام الرسول يعني عليه الصلاه والسلام. بس يا عم هي جت الفكره من هنا، وبدايه الفكره اصلا مش انا يعني، بدايه الفكره انا شفتها عند ناس اصدقاء ليا على الصفحه، فانا بدات اشهر المنشور ورحت حاطط المنيو معايا مع المبادره، قلت يا جماعه ده المنيو بتاعي اكتب اللي انت عايزه هيجي لك لحد عندك ببلاش، وان شاء الله ربنا يقدرنا يا عمرو ان احنا نعمل حاجه زي كده واكتر من كده ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يجعلكم زي كده. ده اللي جاي ان شاء الله خير، ان شاء الله احنا بنتفائل خير ان شاء الله. هنطلع بقى من الموضوع ان احنا عندنا عربيه للحل ان شاء الله قريب، ان شاء الله بنجهز الموضوع دوت، بنحاول ان احنا نشوف مكان كويس برضه نقدر نطور فيه شغلنا فيه شويه، والايام الجايه ان شاء الله هيبقى فيه تطور ان شاء الله هنا في نفس المكان برضه، عشان نأهل نفسنا ان احنا نفتح محل ويبقى فيه اصناف كتير وكده يعني، وربنا يسهلها ان شاء الله يا عم. قالك ايه الشباب اللي بيقول لك ان البلد ما فيهاش شغل، ان احنا مش شغالين، ان احنا بس بص يا عمرو الحكومه ما بتشغلش حد، وانا ما اعتمدتش على حكومه، انا طول عمري ما اعتمدتش على حكومه. يعني انا والدي مهندس في مجلس المدينه مثلا، كنت قادر ان انا اقدم ورق ان انا اشتغل مكان والدي بالوظيفه، وكان في متاح الكلام ده زمان. لكن انا طول عمري يا عم زي ما انت عارف انا بعتمد على نفسي في موضوع الشغل. ما قلتش لحد لا تشغلني ولا عايز حد يشغلني، لا انا اشتغل طول ما انا فيها صحه وفيها ايد ورجل انا اشتغل، ايه المشكله يعني اشتغل اي حاجه مش هتفرق، انا تاجرت في حاجات كتير يعني مش على قد كمبيوتر وكلام ده. لا الحمد لله انا تاجرت في حاجات كتير ومشيت في حاجات كتير. فشلت في حاجات كتير ونجحت في حاجات كتير، الحمد لله ماشيه الحمد لله. للشباب اللي هم قاعدين متكاتف، انا شايف الايام دي الشباب بدات تفكر زي كده، وشايف العربات انتشرت اكتر وبتاع ومش عارف ايه، يعني شايف في كذا عربيه برضو وقفت جنب مننا بعد مني كده، وهو الحمد لله الناس بتفكر، وطول ما الناس بتفكر وفي دماغ شغاله انا عايز الشباب كلها تفكر تعمل اي مصلحه اي حاجه، حتى لو هتفشل مش مشكله مش عيب. انا فشلنا ما حدش فينا ما فشلش، انا فشلت مش هقول لك ما فشلتش، فشلت في حاجات كتير وربنا برضو كرمني في حاجات كتير، مش عيب يا عمرو الموضوع ده مش عيب يعني، ربنا يصلح حال الجميع يا رب. رساله توجهها لمين تقول له فيها ايه؟ رساله اوجهها لمين؟ رساله للشباب. اشتغل. انا هنا مش عايز اقول لك، انا ناس كتير جت اشتغلت معايا يوم اتنين وابص الاقي قلب مش قد الشغل، مش عارف انا الشباب مالها اليومين دول. المفروض يعني ان انت نازل تشتغل تستحمل مره واثنين وثلاثه كده يعني، لكن تيجي تشتغل يوم اثنين انا بتعب. انا مش عايز اقول لك انا ساعات ما بنامش. يا حماده مساء الفل ملك زي ما انت شايف. اه ملك ملك الكبده خالد عباسط يا جماعه، من مهندس كمبيوتر لصاحب عربيه كبده. زي ما انتم شايفين يا جماعه كده، هي دي خلطه السجق دي يا جماعه، عربيه ملك الكبده موجوده في منيا القمح. ملك الكبده من مهندس كمبيوتر لاول صاحب عربيه كبده، الشغل مش عيب. سالته للشباب بيقول لها اشتغلوا الشغل مش عيب، اشتغل وافشل ووقع وقوم، اشتغل وقوم ووقع، محدش بيطلع فجأة. اشتغلوا دي رسالته للشباب، وهي دي بلدنا الجميلة اللي كل حاجة فيها حلوة. حتى الشغل يا جماعة
الشغل مش عيب، الشغل مش عيب، ما بنأكد عليك تاني. دي كانت اللايف بتاعنا النهارده، ده كان اللايف بتاعنا النهارده مع ملك الكبده من منيا القمح، كاد عبد الباسط مهندس كمبيوتر تحول لصاحب عربيه كبده عشان خاطر الشغل مش عيب. دمتم في رعايه الله.